يتحدث معنا بإذن الله عن استعدادات المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة لعطلة اليوم الوطني. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير أبو سلطان. حياك الله أستاذنا الفاضل. أتوقع أنه ما شاء الله اليوم الوطني أنتم وضعكم شوي يكون مختلف عن البقية، واستعداداتكم كذلك تكون مختلفة، لو تحدثنا عنها. شكرا لك أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن طبعا في البداية ننتهز هذه الفرصة بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني 50 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. التهنئة نرفعها للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولشعب الإمارات والمقيمين على أرض هذه الدولة الغالية. لا شك بأن اللجنة التنظيمية المنافذ والنقاط الحدودية قد استعدت مسبقا كما هو الحال في كل المناسبات التي تحين أو يحين موعدها. فطبعا أنا أحب أعطي ملخص عن اللجنة. اللجنة خلال العامين الماضيين، خلال عام 2020 و2021، عقدت ما مجموعة 14 اجتماع وشاركت في 38 اجتماع بمجموع 52 اجتماع شاركت فيه اللجنة، أصدرت من خلالهم 125 توصية تم تنفيذ الجزء الأكبر منها. وطبعا سنقوم بعون الله وتوفيقه برفع نتائج أعمال اللجنة إلى المجلس التنفيذي الموقر بعد نهاية هذا العام من خلال رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. طبعا فيما يخص التجهيزات في منفذ خط مملاح الحدودي، أولا هناك استعدادات قائمة وهناك تنسيق مباشر بيننا وبين جميع الجهات، سواء كانت الجوازات أو الشرطة أو الجمارك أو الجهات الأخرى المساندة، لتحديدا استيعاب أكبر قدر من المسافرين. متوقعين عدد كبير. الأسبوع الماضي المؤشر كان غير مسبوق منذ بداية الجائحة، و حتى ذاك اليوم العدد اللي أقبل علينا للدخول إلى دولة الإمارات كان رقم كبير جدا، ولله الحمد والفضل. وطبعا لا شك أن نحن نستفيد من هذه التحديات في تطوير الخدمات. أشكر الجهات اللي حرصت على إضافة طواقم من الكوادر البشرية لتحديدا إيجاد حلول فورية للازدحام الذي يحصل في المنفذ. أنا يعني في هذا الصدد أتحدث عن آلاف المسافرين الذين يدخلون إلى الدولة أو يخرجون منها بشكل يومي. طبعا تأكدنا من مدى استعداد هذه الجهات لتحديدا استيعاب هذا العدد، ونشكرهم جزيل الشكر على ما قاموا به من جهود في هذا الخصوص. فيما يخص النقاط الحدودية بدبل حصن، كذلك يعني تابعنا مع الجهات المشغلة للنقاط الحدودية في المنفذ الشرقي والغربي بدبل حصن، وهناك اطمئنان على مستوى الجاهزية، وهناك خطط طارئة للتعامل مع أي حوادث لا قدر الله فيما لو تصادفت، سواء كان عطل فني أو تقني أو غيره، وهذا أمر وارد في جميع المنافذ، ولكن هناك اطمئنان للاستعدادات. وأنوه كذلك بأن هذه المنافذ اللي في دبل حصن كذلك تشهد تدفق وإقبال كبير جدا. فيما يخص بروتوكول الدخول اللي تم تحديثه قبل 10 أيام، بروتوكول الدخول للدولة، ننوه للقادمين للدولة بأن الفحص المسبق يجب أن لا تتجاوز مدته 14 يوم. وفيما يخص المغادرين من دولة الإمارات باتجاه سلطنة عمان الشقيقة، الإماراتيين فقط مطلوب منهم فحص مسبق زائد تطعيم. الفحص المسبق لا تتجاوز مدته 14 يوم. بقية الجنسيات فحص لا تتجاوز مدته 72 ساعة بمعدل 3 أيام. هذا للمغادرين من دولة الإمارات باتجاه سلطنة عمان
الشقيقة. ننوه كذلك بأهمية استخدام جواز السفر فقط في التنقل، جواز السفر في التنقل. كذلك أحب أن يعني أوضح بأن اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية حرصت على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها أخوي أبو سلطان من خلال عمل دائم على رفع كفاءة وجاهزية المنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة خلال الفترة الماضية. في الختام نثمن عاليا دور حكومة الشارقة ودعمها الكبير لسير أعمال اللجنة، توفير كافة الإمكانيات لتحقيق مستهدفاتها. القيادة العليا في الإمارة وجهتنا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخول وخروج المسافرين بكل سهولة ويسر، ونحن جنود في هذا الميدان وما علينا سوى تلبية هذه التعليمات. أشكر كل من تواصل معنا لتقديم ملاحظاته، ونحن نستفيد من هذه الملاحظات في تطوير الخدمات. جميل، جزاك الله خير أستاذ محمد الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، على هذا التواصل. الله يسلم، شكرا لك يا أبو سلطان. شكرا لك.